فاستغرب الصحابي إيش اللي بيصير. بس لما رفعوا أبصارهم لفوق لقوا جيوش كاملة على رؤوس الجبل. في هذه المعركة تقطعت رجول الصحابة لدرجة أنهم ربطوا الخرق على أرجلهم من شدة النزيف. هذه المعركة اسمها ذات الرقاع، ولكن اللي ما بتعرفه إن إلها كمان اسم وهو معركة الأعاجيب، من كثر العجائب بهاي المعركة. في قصة اليوم معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لجمال من جمال الصحابة، وأعرابي يشهر سيفه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهدده بالقتل، وكان وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وحيدا ما معه أحد، ورجل من بني ثعلبة ينتقم لزوجته ويتبع جيوش المسلمين وحده على خيل، وواحد من الصحابة يضرب بالسهام وهو يقوم الليل وحيدا. والعجيب أنها كانت ردة فعل هذا الصحابي مختلفة عما تعتقد. معركة اليوم جدا عجيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. في السنة 7 للهجرة بعد غزوة خيبر، وفي يوم من الأيام دخل رجل غريب على المدينة المنورة وبيحمل على ظهره أغراض، وكان يشيلهم على ظهره، وكان في عجلة يعني مسرع وبده يبيع أغراضه ويخلص ويطلع من المدينة سريعا. وأول ما دخل على السوق أهل المدينة استنكروه واستنكروا وجوده وكيف بيحمل هاي الأغراض تقيلة على ظهره ومستعجل، فسألوه من أين جلبت جلبك، يعني من أين جبت هذه الأغراض تبعتك؟ فقال جبتها من نجد، وأنا مستغرب كيف أنتوا قاعدين وهادين، يعني أنتوا هادين ومو عارفين إيش اللي بيصير. رأيت أنمار وثعلبة جمعوا لكم الجموع، جيش كبير جايين عليكم. نعم أنمار وثعلبة مخططين يهجموا عليكم، وأنا فكرت ألاقي عندكم جيوش واستنفار واستعدادات، فاستغربت إنكم هادين وتبيعون وتشترون، يعني الأمر طبيعي والحياة طبيعية. فلما سمع هذا الخبر الصحابة انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالخبر، فقام النبي وجهز الجيوش واستشار الصحابة، يا نقاتلهم بالمدينة يا نقاتلهم خارج المدينة. فقرروا إنهم يلاقونهم خارج المدينة المنورة، وخرج النبي ومعه 400 صحابي كلهم جاهزين حالهم للحرب، بس ما يعرفون وين وصل جيش العدو، يعني وين وصل في المنطقة وجين علينا ما بيعرفوا. اتخيل إنك أنت طالع ومو عارف وين تلاقي عدوك، حتى في لخبطة بعدد الصحابة، 400 هم 500 أو 700، بس الأغلب إنهم 400، وسلكوا طريق وعيرة مليانة حجار وشوك، لأن هذا الطريق يعني طريق مختصر، حتى إنهم الصحابة وهم ماشيين ومسرعين تقطعت جزمهم وأصبحوا يمشون وهم حافين، وبدأت أرجلهم تنزف دم، وصاروا يربطون على أرجلهم بعض الخرق عشان الدم يتوقف عن النزيف، وعشان هيك سميت بمعركة ذات الرقاع. المهم وصلوا لواد اسمه واد الشقرة، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم وعسكر بهذا الوادي، ولما أظلم الليل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا بيتفقد المنطقة والمكان، وبده يعرف أخبار العدو وين وصل هذا الجيش عشان يعرف وين يلاقيهم وكم عددهم وأسلحتهم وقديش تجهيزاتهم عشان يجيبوا المعلومات هدول السرايا. ولكن هذه السرية رجعت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لقينا آثار مرت من هنا، والآثار حديثة ولا يوجد أحد بالمكان. فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش إلى المكان ليتفقد الآثار، فوصل النبي وكانت الآثار فعلا حديثة، يعني ما لهمش زمان متحركين من هذه المنطقة، ولقي هناك شجرة وتحت الشجرة نساء، يعني بيتين في هذه الشجرة عند الشجرة وحيدين، يعني الوضع غريب، فكانوا النساء من ثعلبة بس ما في ولا واحد بالمنطقة سوى النساء. فاستغرب الصحابة إيش اللي بيصير. بس لما رفعوا أبصارهم لفوق لقوا جيوش كاملة على رؤوس الجبال، والصحابة بمكان مثل الوادي، فالصحابة منطقة ضعف والعدو بمنطقة قوة في منطقة على رؤوس الجبال. وحضر وقت الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى، ولكن صلى صلاة الخوف، والصحابة ينتظرون وقت هجوم العدو، بس العدو ينظر للصحابة بصمت، والصحابة بيطلعوا عليهم بصمت، ووجوه العدو مش وجوه ناس، وجوه قتال،
ولم يعلم الصحابة أن جيش العدو طلع على الجبال مش بنيته الهجوم، بس كان في نيته أو هم خايفين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة. والحصل إنه هذا الجيش جيش ثعلبة أرسل سرية ليعرفوا أخبار أهل المدينة، ويوم رجعت هذه السرية رجعت بخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم بجيش، وهذا اللي خلى ركبهم ترتجف، وهم سمعوا اللي صار بخيبر وكيف المسلمين ما يخافون وما عندهم ضعف، وهم كانوا مبيتين بالوادي. في ذلك الوقت فهربوا للجبال وتركوا نساءهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبي النساء اللي كانوا تحت الشجر، والجيش جالس ينظر للمشهد من فوق الجبال، والمسلمين نسبوا نساءهم على أعينهم، وكان بين النساء واحدة جوزها ما كان بالمكان وكان يحب زوجته كتير جدا. ولما وصل زوجها شاف الجيش على رؤوس الجبال اللي هو جيشهم وجيش المسلمين بالوادي متوجه نحو المدينة، فسأل إيش اللي صار، فقالوا أجا محمد وإحنا هربنا إلى الجبال. قال عافي عليه، المهم إحنا نسائنا وأموالنا عنا. فقالوا له أموالنا صحيح ولكن نسائنا أخذهم محمد ومن ضمنهم زوجتك.